ايه المشكله ان اهل الفضل يبقوا اغنى الناس؟ ده انسان ثاني. وعد الله ان يعيش اهل الطاعه في نعيم الحياه السعيده. في ناطحه من ناطحات السحاب في نيويورك، عجب الامر، بقي في الاسانسير مع فتاه امريكيه جميله جدا، غض بصره عما حرم الله، فتنه شديده. انا مسلم. كم منها عينه، افيرزق ربنا الكفار وينسى ان يرزق من يعلمون الناس توحيد العزيز الغفار؟ قيمه من اجل القيم. لقد جاء رجل إلى المصطفى فسأله صدقة فأعطاه النبي غنما بين جبلين. فالحياة الطيبة حياة أهل الدين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنا كنت ذكرت قصة رجل أو شاب من أبنائنا وأولادنا في أمريكا. الشاب ده سبحان الله شاب مغربي فقير جدا جدا جدا، وبعدين زيارة وزيارة فرجعت مرة أخرى بسأل فين يا أولاد فلان. شاب صغير 22 سنة 23 24 لازم. قالوا لا ما شاء الله يعني فلان ما شاء الله خير الحمد لله خير. قال لا ده بقى خلاص ملياردير. ملياردير إيه؟ خير خير. دخل مكان قمرة ولا أمار ولا لا لا لا، إيه اللي حصل؟ سبحان الله، راكب في أسانسير في ناطحة من ناطحات السحاب في نيويورك، وقدر الله الأسانسير فيه ناس وبدأت ناس تنزل تنزل. فالمهم بقي في الأسانسير مع فتاة أمريكية جميلة جدا لعدة أدوار أو لعدة طوارئ. الولد نظر في الأرض سبحان الله، هو وهي فقط، لم ينظر إليها نظرة واحدة. جميلة، فتنة شديدة وجمال، ولم ينظر لها أبدا. البنت بمجرد ما بقت وحدها مع هذا الفتى خافت، خافت من إيذائه بأي صورة من صور الإيذاء، لكن الولد لم ينظر وهي تراقبه بعينها، لم ينظر إليها أبدا. فتعجبت، تعجبت. فالبنت خايفة، خايفة جدا. المهم جاء طابق الأخ هينزل فيه، نزل شغال في مكتب من المكاتب في شركة من الشركات، نزل نزلت وراه استوقفته، قالت له، والولد يجيب الإنجليزية بفضل الله تبارك وتعالى، وجهه جميل منير، وجهه طاعة. فقالت له، هو أنا مش جميلة؟ قال لا ما أعرف، أنا لم أنظر إليك. قالت ليش؟ ليه ما نظرتش إلي؟ هو أنا مش جميلة ولا إيه؟ قال لها، ديني يحرم علي ذلك. سبحان الله. قالت ليه ما فكرتش تعتدي علي بقبلة أو باغتصار أو بأي صورة من صور الاعتداء؟ أسأل الله أن يسترنا وإياكم، أن يستر نساءنا بناتنا. قال لا أعوذ بالله، أخاف الله. قال أين الله؟ أين الله هذا الذي تخشاه وتخافه إلى هذا الحد؟ فبدأ يكلمها كلمات قليلة جدا. قالت دينك هذا الذي يمنعك من أن تنظر إلي نظرة لا يمكن على الإطلاق أن يسمح لك أن تفعل فعلا فيه أي لون من ألوان الإيذاء. قالت له دينك هذا الذي يحرم عليك أن تنظر إلي
نظرة لا يمكن أن يسمح لك أن تفعل فعلا فيه أي لون من ألوان الإذاء. قال نعم، وبين لها. فقالت له: تقبل أن تتزوجني؟ قال: أنا مسلم، ما دينك؟ قالت: ليست مسلمة. قال: لا يجوز. قالت: أدخل دينك هذا، أدخل دينك وتزوجني؟ قال: نعم. ماذا تصنع؟ ماذا أفعل؟ قال: افعلي كذا وكذا. وجعله الله سببا لإسلامها بعمل لا يخطر لنا على بال، غض بصره عما حرم الله، بس غض البصر. حد هيفكر من شبابنا في هذا؟ فقط شيء عجيب، قيمة من أجل القيم، وقد لا تخطر لنا نحن الكبار على بال. وتزوجته وسلمت له كل ما تملك، وقد ورثت تركة ضخمة كما قال لي الإخوة، وأصبح هذا الشاب بفضل الله يعني يمتلك هذه الحسناء الجميلة التي أصبحت في ميزانه أعظم من حمر النعم كما قال المصطفى، وامتلك كل هذه الأموال. وصدق الكبير المتعال إذ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقسم بالله، أقسم بالله، من اتقى الله سيرزقه من حيث لا يحتسب، غض بصره عما حرم الله.